أهلا ومرحبا بكم مشاهدي اليوم الكرام أينما كنتم في هذه التغطية الخاصة للوقوف على الحدث الأبرز سياسيا الآن في سوريا، وهو الانتخابات الرئاسية المنظمة من قبل الحكومة، إذ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها فتحت أبوابها في مناطق سيطرة القوات الحكومية اليوم للانتخابات الرئاسية التي هي الثانية منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من عقد من الزمن، وسيستمر التصويت حتى الساعة 12 ليلا على أن تصدر النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع. انتخابات يرى كثير من المتابعين بأن نتائجها محسومة لصالح الرئيس السوري بشار الأسد، وما يجري عبارة عن تمثيلية وشكليات إضافة للمعارضة الكبيرة لها من قبل المجتمع الدولي والمحلي. فكيف يمكن النظر لهذه الانتخابات وأجواءها؟ وماذا تعني لدمشق؟ وهل تملك دمشق تحسين الواقع الاقتصادي المتردي وإعادة النازحين وما سلبه المحتلون؟ ألم تكرس دمشق عبر مضيها بهذه الانتخابات واقع التقسيم؟ ما مستقبل العملية السياسية في البلاد؟ وما خيارات المعارضة والقوى السياسية التي رفضت هذه الانتخابات أمام الواقع الجديد؟ وماذا عن إعادة الإعمار والعقوبات الغربية وتسبب دمشق باستمرار المأساة السورية عبر مضيها في الانتخابات الرئاسية بالطريقة والنتيجة المعروف حقيقتها للجميع؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها بمعية عدد من الضيوف الكرام. معنا هنا في الاستديو أكرم حسو، عضو الهيئة التنفيذية للمؤتمر القومي الكردستاني، ومن لوس أنجلوس أيمن عبد النور مدير موقع كلنا شركاء، ومن دمشق مباشرة الدكتور أحمد الدرزي كاتب وناشط سياسي مستقل. الضيوف الكرام والسادة المشاهدين، أرحب بكم أيضا مرة أخرى، وأبدأ من عندك أستاذ أكرم، مرحبا بك، ما تقديرك لهذه الانتخابات والأجواء التي تجري فيها؟ مرحبا بك وبضيوفك وكل مشاهدي قناة اليوم. بكل تأكيد هنالك صمت عام تجاه هذه الانتخابات، بالرغم من صدور بيانات خجولة من عدد من القوى العالمية والإقليمية، إلا أن هنالك يتبين ويمكن أن نقرأ ما بين السطور بأن هنالك إجماع ضمني على تمرير هذه الانتخابات بناء على اتفاقيات جرت منذ أكثر من عام أو أكثر، أي واحدة بمقابل واحدة، وبالتالي هذه الانتخابات تمر بكل سهولة وسلاسة في الوقت الذي يعاني الشعب السوري الويلات سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصعيد الأمني أو حتى على كافة الأصعدة. الشعب السوري مهجر ومنهك القوى في الداخل السوري أو في الخارج السوري. تجري هذه الانتخابات على مرأى من العالم، من على مسمع او على مسمع من بعض الدول، على مسمع من بعض الجهات التي اجمعت على تمرير هذه الانتخابات. طيب في شمال وشرق سوريا بتقديرك لما شهدت مقاطعه من قبل مجلس سوريا الديمقراطيه، من قبل بعض عشائر الرقه، احزاب سياسيه اخرى ايضا، وهناك ايضا لا ننسى الاضرابات الحاصله في درعا. طبعا الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هي مشروع سياسي طامح لبناء سوريا لكل السوريين، وهي جزء جغرافيا من سوريا كل، وسياسيا جزء من المشروع السوري القادم، وحتى مجتمعيا جميع المكونات المتواجدة في شمال وشرق سوريا هي جزء من المجتمع السوري. وبالتالي مقاطعة الإدارة الذاتية أو وقوات مجلس سوريا الديمقراطية والعشائر العربية والكردية بشكل عام على مقاطعة هذه الانتخابات تأتي تأكيد على أنه لا يمكن القبول بالوضع الراهن والرجوع إلى ما قبل 2011 في ظل ما عانى منه الشعب السوري. هذا من جانب، من طرف آخر الإدارة الذاتية في شمال الديمقراطية في شمال وشرق سوريا ملتزمة بالقرارات الدولية، ملتزمة بالقرار 2254 الذي وبيان جنيف 1. هذه الانتخابات تتناقض مع مضمون هذه القرارات الدولية وبيان جنيف، وبالتالي الإدارة الذاتية رؤيتها صريحة وواضحة هي مع المجتمع الدولي، مع القرار 2254، مع بيان جنيف 1 التي تقر على تشكيل هيئة حكم انتقالي وإعداد دستور انتخابات برلمانية ومن ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية. طيب اسمح لي أن أتحول إلى لوس أنجلوس مع السيد أيمن عبد النور. أرحب بك من جديد سيد أيمن. اليوم ما الهدف من تنظيم هذه الانتخابات التي لا تعترف بنتائجها المجموعة الدولية الفاعلة، وصف بعضها بأن ما يجري هو عبارة عن مسرحية تجري الآن وسخرية سياسية؟
نعم، أهلا بك وبالسادة المشاهدين لتلفزيون اليوم. حقيقة الهدف بسيط جدا، هو لتنفيذ ما هو وارد في الدستور كي يبقى يوحي للموالين له وللمجتمع الدولي الذي يعمل معه بالتنسيق، وهم فقط عبارة عن 7 دول منهم روسيا وإيران والصين. أستاذ أيمن هل تسمعوني؟ نعم أسمعك. الصوت ذهب. نعم أسمعك تفضل. بشكل جيد. يبدو بأن الإشكال قد حل. تفضل. أسمعك بشكل جيد، تسمعني الآن؟ الآن أسمعك ولكن لم نسمع الإجابة، حبذا لو تعيد من البداية. طيب، أولاً رحب فيك وبالسادة المشاهدين. حقيقة هو ينفذ الدستور، ما ورد في الدستور من أن فترة الانتخابات 7 السابقة شارفت على الانتهاء، وبالتالي يجب أن يجري انتخابات، وكي يوحي لجميع المريدين له داخل سوريا وأيضا الدول التي تتعامل معه كأنه رئيس شرعي، سواء كروسيا إيران والصين وكوبا وكولومبيا، وأيضا كي يبقى على الكرسي نفسه الذي موجود فيه الآن كرئيس لسوريا المعترف فيه في الأمم المتحدة. وبالتالي الانتخابات يمكن كان أن يمدد، لكن كي يوحي أيضا أنه ليس هناك أي مشكلة وأن الأمور تسير بخير داخل سوريا، خلافا لكل ما نراه على شاشات الإعلام وعلى التلفزيون وعلى الشعب السوري الذي حقيقة يئن تحت الضغوط الاقتصادية التي وضعه فيها النظام السوري بسبب احتكاره لكل المواد. وإذا هو فقط كي يوحي أن الأمور تسير بخير وأنه هو رئيس شرعي للبلاد. طيب دعني أسألك عن موقف واشنطن، لماذا لم تقرن رفضها لهذه الانتخابات بخطوات عملية كما شاهدنا على سبيل المثال بانتخابات 2014؟ بال 2014 على سبيل المثال كان في زيادة تسليح للفصائل المسلحة وزيادة دعم ما يسمى بالائتلاف. نعم، حقيقة الولايات المتحدة ومنذ حتى 2014 لم تكن مقترن ما جرى حينها أيام الرئيس أوباما بقضية انتخابات أو لا، سمتها تماما أنها ليست حرة وليست نزيهة وإنها مسرحية هزيلة، وحقيقة عملت مع نظرائها، يعني الوزير أنتوني بلينكن عمل مع نظيره البريطاني في اجتماع الدول 7 الكبار قبل أسبوعين وأصدروا بيان كان واضح. الآن ليلة الانتخابات عمل كان حريص حقيقة، إضافة لكل ما ذكروا من تصريحات الناطق الرسمي باسم الخارجية وباسم البيت الأبيض، كان حريص أن يجمع أيضا كل أوروبا وبالتالي إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، إضافة للولايات المتحدة. كان بيان واضح أنها مرفوضة وغير معترف بها وليست شرعية، وهذا أيضا حتى الأمم المتحدة قالت أن هذه الانتخابات ليست المنصوص عنها في القرار 2254، لأنه لا يوجد دستور جديد ولا يوجد حرية لدى الناس لممارسة حقهم في الانتخابات، وليس كل السوريين خارج سوريا سوف يقومون بعملية الانتخاب، وليس هناك إشراف دولي حقيقي من الأمم المتحدة أو الدول ذات المصداقية، وبالتالي عبارة عن مسرحية فقط من أجل الموالين الموجودين في أراضيهم. بالانتقال إليك دكتور أحمد، أرحب بك من جديد. استمعت إلى آراء الضيوف الكرام، لا أعرف في البداية إن كان لديك أي تعقيب، ونسألك أيضا عن رأيك اليوم، ما الذي تعنيه هذه الانتخابات بالنسبة لدمشق في ظل أجواء الرفض الداخلي والخارجي؟ واستمعت إلى آراء الضيوف الكرام، تفضل. يسعد مساكم جميعا. مساء الورد يا هلا. ما قاله الصديق الأول أكرم حسو كان هو يعبر عن واقع الحال بما يجري في سوريا، وليس بما يتعلق برغباتنا وبما يتعلق بحاجاتنا لعملية التغيير التي يتطلبها الجميع. الجميع السوريون يحتاجون إلى إجراء عملية تغيير سياسي عميق وتغيير اقتصادي واجتماعي وثقافي وإعادة بناء الدولة وفق تصور جديد، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على المسألة الحالية إذا ما نظرنا إليها من وجهة النظر الحقيقية وليست من خلال رغباتنا ومن خلال أعمالنا وأفعالنا. المسألة بكل بساطة تتعلق بطبيعة الصراع الذي حصل في سوريا الذي بدأ من تونس وامتد إلى سوريا ضمن إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي عملت عليه الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2004 بمؤتمر سي أيلاند. فالذي جرى على المستوى السوري أخذ سويات. بس للتنويه هنا أيضا، يعني الوزير السوري المقداد ذكر بأنه الانتخابات بسوريا أفضل بمئات المرات من الانتخابات الأمريكية.
لا انا اعتقد ان المخابرات الانتخابات الامريكيه كلنا يعلم ان اللعبه الكبيره التي حصلت، ولكن اريد ان انوه على مساله اساسيه. المساله لا تتعلق بموضوع المفهوم السياسي وعمليه التغيير والانتخابات والديمقراطيه وما شابه ذلك، وانما ما يحصل الان هو نتيجه صراع دولي وأقليمي ومحلي بمستوياته الثلاث على مدى 10 سنوات وأكثر بشهرين. من خلال هذه الحرب التي خيضت على كافة المستويات، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي، على المستوى العسكري، على المستوى الأمني، كلها بالنهاية تثمر وتنتج بشكل أساسي من خلال البعد السياسي الذي يختزل كل سويات الصراع. لأن من يحدد الهوية السياسية لسوريا وموقعها الجيوسياسي يستخدم كل الوسائل المتاحة لتغيير هذا الموضوع. الآن ما يحصل في الواقع الحال، الانتخابات الرئاسية أو الاستحقاق الرئاسي وفق دستور 2012 هو تعبير واضح وصريح على أن الكتلة التي تشكلت من خلال على المستوى الإقليمي أو المحلي بالنسبة للنظام السياسي في دمشق، معه كتلة ليست بالقليلة من الشعب السوري الآن بغض النظر عن الآلية والطريقة، بالإضافة إلى دولة إقليمية أصبحت دولة إقليمية ذات دور كبير جدا، وخاصة بسعي الولايات المتحدة الأمريكية للوصول لاتفاق معها وهي إيران، بالإضافة إلى روسيا والصين وبقية الدول التي وقفت مع سوريا. وأمر السوريين بالداخل مش مهم، أمر السوريين بالداخل مش مهم. الموضوع الآن لا يمكن البحث في المسألة السياسية بالديمقراطية. عندما قرأت اليوم تغريدة سمير المسالم المعارضة السورية التي خرجت، كانت تعبيرا واضح عما حصل. المسألة تقول بكل بساطة سمير المسالم أن هذه الانتخابات التي حصلت ليست أكثر مهزلة مما يحصل لدينا نحن المعارضة. لم تجري هناك أي انتخابات ديمقراطية، هناك ائتلاف تم تشكيله وفق القوى. راح نضل إلا على كل حال بعد قليل ضيف كريم من المعارضة، بس تعليق سريع لو سمحت دكتور أحمد قبل أن أعود إلى ضيفي بالاستديو، حول أنه اليوم مضي دمشق في هذه الانتخابات ألا يعني بكل صراحة وحقيقة قبولها بواقع التخصيم وتكريسه؟ لا الموضوع لا يسير باتجاهات مختلفة. هناك اتفاق هو يتم العودة إليه بإلحاح من قبل واشنطن. هذا الاتفاق سوف ينعكس بشكل أو بآخر على طبيعة النظام الإقليمي في كل غرب آسيا، من أفغانستان إلى شرق البحر المتوسط إلى مضيق المندب وإلى الخليج العربي. هذا تعبير عن حالة صراع وجود ما بين قوى أقليمية وقوى دولية في مواجهة قوى دولية حول نظام عالمي أو نظام إقليمي جديد. طيب بالعودة لك الانتخابات الرئاسية تعبير الانتخابات الرئاسية الآن تعبير عن حركية هذه الصراعات وقدرة المحور الذي الصين وروسيا وإيران أن تثبته على مستوى المنطقة باتجاه تغيير قادم على المستوى العالمي. طيب بالعودة لك أستاذ أكرم، هل لديك تعليق بالبداية؟ بكل تأكيد باعتقادي حسب المشهد السياسي العام الحل في سوريا ما زال بعيدا. هناك الكثير من الملفات الإقليمية والغير إقليمية العالمية مرتبطة ما زالت مرتبطة بالملف السوري، لذلك يجب أن نفرق بالرأي تجاه هذه الانتخابات. الرأي الشعبي السوري الشعبي العام منهار ويرفض هذه الانتخابات لأنه عانى الويلات من هذا النظام ومن تصرفاته الأمنية والقمع الذي تصرف به تجاه الشعب السوري. إنما الرأي السياسي السوري المرتبط بالقوى الإقليمية أو مرتبط بالقوى الإقليمية والعالمية لا رأي له، هو تابع لهذه الأجندات الإقليمية وبالتالي ينفذ ما يطلب منه تجاه هذه الانتخابات. برأيي هذه الانتخابات تناسب مسار أستانا، فصلت كمقياس لمسار أستانا وسوتشي، وبالتالي جاءت على مقاس اللجنة الدستورية المشكلة وفق سوتشي. مسار أستانا وسوتشي يؤكد
اليدان وأقرا على إبعاد تشكيل هيئة حكم انتقالي وعدا إصلاح الدستور وتشكيل حكومة حكومة وحدة وطنية أي برئاسة الجمهورية. وبالتالي تمرير الانتخابات البرلمانية منذ عام كانت مكملة للانتخابات الرئاسية تمرير الانتخابات الرئاسية في سوريا التي ستشكل وحدة وحكومة وحدة وطنية عبر اللجنة الدستورية المفصلة وفق مسار سوتشي وأستانا. وبالتالي لا يمكن اعتبار قبول هذه الانتخابات التي تناسب مصلحة الثالوث الأستاني في ترسيخ وجوده عبر تمرير هذه الانتخابات ودستور جديد. هذا واقع نحن أمامه الآن أستاذ أكرم. لذلك بدي أركز على النقاط الداخلية بالشأن الداخلي لو سمحت وضيوف الكرام، لنتساءل أنه هل أرادت دمشق اليوم فقط توجيه رسائل للخارج بعيدا عن الثالوث الأستاني الذي تفضل عنه بالقول أننا نشبهكم في تنظيم الانتخابات وأمر سوريا الداخل غير مهم كونهم أجبروهم على المشاركة بالصراحة، يعني على سبيل المثال موضوع الموظفين؟ تفضل. طبعا الوضع الداخلي المواطن السوري سواء وخاصة في العمق السوري مسلوب الإرادة ومسلوب ومنهار ولا حول ولا قوة له، وسوف يدلي سواء شارك أو لم يشارك. حتى على مستوى عموم أبناء الشعب السوري المهجر والمفقود والميت الكل سوف يدلي بانتخابات بأصواته في هذه الانتخابات أراد أم لم يرد. وبالتالي تصرف أو قيام النظام السوري بتشبيه انتخاباتي بانتخابات بعض الدول العالمية سواء الأمريكية أو غيرها هذا دليل إفلاس النظام السوري، دليل فشله، دليل إرسال رسالة بأن هنالك قوى تساند وتسهل على تمرير هذه الانتخابات. طيب سيد أنور، لا أعرف أيمن لا أعرف أيضا إن كان لديك أي تعقيب أو تعليق، ونتساءل عن مصير العقوبات الأمريكية على دمشق ما بعد الانتخابات. نعم، شكرا أخي شادي. حقيقة يعني يكفي أعطيك كم رقم. أولا المساحة الجغرافية للنظام تتجاوز بحدود 62% فقط. أما من حيث عدد السكان فهناك مشكلة حقيقية يواجهها. يعني هو اعترف وزير الداخلية أنه عدد من يحق لهم الانتخاب 18,120,000 يمكن ذكر الرقم مبارح. نعم. الموجود منهم فقط 4.5 مليون داخل مناطق النظام، يعني بحدود الربع، يعني ربع فقط الناس اللي بيحق لهم انتخاب موجود، الباقي كلهم إما في مناطق شمال شرق أو مناطق شمال غرب أو في المخيمات أو في بلاد المهجر. كانت نسب الناس اللي انتخبوا في بلاد المهجر أكبر رقم باعتراف جماعة التلفزيونات القريبة من النظام بشكل كبير، أكبر رقم عطوه بحدود 50,000 من شاركوا في لبنان، يعني بشكل بحدود فقط 4% من يحق لهم الانتخاب، بينما مثلا في النمسا وفي أخرى 1 بالألف، يعني صفر النسب الذين شاركوا في الانتخابات، صفر 1%. فإذا ما في حدا، إذا كل الناس اللي تحت سيطرته هن عبارة عن ربع من يحق لهم الانتخابات، فماذا يعني بالانتخابات؟ من هنا جاء الرفض الدولي بما فيها الأمم المتحدة نفسها أنها ليست انتخابات لا حرة ولا نزيهة ولا تجري وفق قرارات المجلس الأمن الدولي 2254. المشكلة الآن لدينا حقيقة الوضع الاقتصادي الضاغط لدى شعبنا وأهلنا وناسنا وأقاربنا وجيراننا في داخل مناطق النظام والذين نسعى دائما كي نزيد لهم المساعدات الغذائية، لكن النظام يجب أن يتساعد ويفك الحصار عنهم، يجب أن يخرج إلى التلفزيون ويقول أننا نريد أن نستمر وبقوة في المفاوضات في جنيف للوصول إلى دستور جديد، وحينها كل السوريين في الخارج يجب أن نعمل ونعمل من أجل أولاً زيادة عدد المعابر كي تدخل المساعدات الغذائية إلى مستحقيها، ولا يتم سرقة 40-50% منها من قبل الشبيحة أو منظمتين فقط الذين يستلمان كل المساعدات الغذائية التي ترسلها الولايات المتحدة. هذا ما يجب جميعاً أن نعمل عليه. طيب وهل لربما تزيل العقوبات الولايات المتحدة ما بعد الانتخابات؟ ليست يد الرئيس الأمريكي، يعني الرئيس جو بايدن لا يستطيع أن يوقف العقوبات لأنها مقررة في الكونغرس في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ، وبالتالي إذا ما النظام لديه 4-5 قضايا. إذا ذهب الآن رئيس النظام إلى التلفزيون وقال أنني أنا منخرط وبشكل كبير في المفاوضات من في مسار جنيف من أجل الوصول إلى دستور جديد وبعدها انتخابات حقيقية تحت إشراف الأمم المتحدة، أيضا يجب أن يقلل عدد الناس الذين محصورة بهم الاستيراد لكل المواد الغذائية في سوريا، 4 أشخاص المعروفين
الذين موجودين على قائمة العقوبات وهم من الشبيحة الموالين للنظام، يفتحها لمين ما كان. لماذا لا يحق لنا أن نرسل أيضا مواد غذائية إلى أهلنا مجانا؟ تم إرسال من السوريين الموالين في الولايات المتحدة واجتمعنا معهم، أرسلوا عدد من الكونتينرات، سرقت 40-50% من بعد أن دخلت إلى الجمارك السورية. طيب واحد شخص باعت لأهله ولجيرانه ولضيعته ولقريته مجموعة من المواد الغذائية فقط مشان يأكلوا وينقذوا من الجوع والفقر الذي فيه، بيسرق النظام منه وشبيحته وقوات دفاعه المدني 40-50%. هذا ما يجري، وهذا هو السبب الحقيقي للوضع الاقتصادي الضاغط على أهلنا وناسنا داخل سوريا. هذه هي خطوات إزالة العقوبات. هذه جزء من العقوبات. الثلاثة اللي هي بعد ما ينخرط في العمل السياسي، أيضا عبارة عن إطلاق سراح المعتقلين، وهناك لديه مئات الآلاف من معتقلين رأي، من مختطفين، من معتقلين يجب أن يعيدهم إلى أهلهم، أن يعلن أسماء من تم قتلهم تحت التعذيب والذين أهلهم ما زال ينتظروا عودتهم، وكل فترة يتفاجؤون بأنه في السجل المدني يتم إرسال قوائم تضم أسماء من قتل بجلطة قلبية أو بمرض داخل المعتقلات، بينما هو حقيقة كما كشفت صور قيصر أنه يتم تعذيبه داخل سجون النظام. 4 إجراءات فقط وبعدها كل المجتمع الدولي ونحن السوريين في المغتربات سنضغط على كل الدول من أجل أن تقوم رفع العقوبات على أزلام النظام. ليس هناك عقوبات على سوريا، بمعنى الآن الغذاء مستثنى، المواد الطبية مستثنات، والتجهيزات الطبية كلها مستثنات، والسوريون يرسلون كل ذلك إلى أهلهم. لكن المشكلة أن المعابر هي فقط محصورة في معبر واحد، والمعبر الثاني الذي تستلم فيه جماعة النظام يتم سرقة 50% من كل المساعدات. طيب دكتور أحمد، ما رأيك؟ هل دمشق بوارد القيام بأي من هذه الخطوات لتحسين الواقع الاقتصادي؟ وهل تملك دمشق أساسا تحسين الواقع الاقتصادي بعيدا عن الخطوات التي تفضل بالحديث عنها السيد أنور ما بعد الانتخابات الرئاسية؟ أولا لابد أن نتحدث عن مسألة. عندما نقول أن هناك مشاركة من قبل الأشرفية والشيخ مقصود في حلب بعملية الاستحقاق الرئاسي، فهذا يعبر عن موافقة ضمنية وصريحة من قبل مجلس سوريا الديمقراطي بموضوع الانتخابات أو الاستحقاق الرئاسي في سوريا بالمناطق، رغم منعها بالمناطق الشمال السوري. المسألة الثانية التي يتحدث عنها الصديق الثاني أو المتحدث الثاني، نعم السيد أنور، هو يتحدث عن الجانب الشق الأول من المشكلة الكبرى. نعم هناك في سوء إدارة في الداخل لأجل كثير من الملفات الداخلية، ولكنه لم يتحدث عن قانون عقوبات قيصر الذي آلم كل السوريين. ذكر لنا شروط إزالة هذا القانون بشكل كبير. نعم هذه الشروط القانون الذي دعمه المعارضون السوريون في الخارج لم يؤثر على النظام السياسي في دمشق، وإنما أثر على الشريحة الأضعف من السوريين بغاية أن يقوموا ويرفضوا هذا النظام السياسي. ولكن هذا الجموع العام الموجود في سوريا لم يذهب بهذا الاتجاه، لأنه أدرك أنه قد استخدم بعام 2011 من قبل القوى الغربية لإحداث تغيير جيوسياسي في سوريا لصالح الغرب في مواجهة الشرق، وقد دفع ثمنا كبيرا لهذه المواجهة على مستوى دمار البنية التحتية ودمار والتهجير والنزوح وغير ذلك. هو عندما نكون عادلون ومنطقيون فيجب أن ننظر إلى المشكلة بشكل متكامل، ومسؤولية الجميع. لا يمكن أن تحمل طرف واحد مسؤولية ما حصل، وإنما كل الأطراف التي ساهمت، وخاصة القوى التي ارتبطت بالمشروع الغربي وسكنت في واشنطن وسكنت في لندن وفي باريس، وكلنا ندرك الآن طبيعة التدخلات الكبيرة والعميقة للأجهزة الاستخبارات الغربية في إحداث ما حصل داخل سوريا. أما الآن أنا أقول لك بأن بما يتعلق بسوريا مطلوب تغيير كبير في إدارة الملف الداخلي السوري، لأن ما يسمى بين قوسين معارضة سياسية في الخارج لا تملك من قرارها شيء، وهي مرتبطة بشكل كبير وواسع بتوجهات الغربية. وعندما يأتي القرار من الدول الغربية ضمن أي صيغ التوافق
على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي فإن هذه القوى لن يبقى لها شيء، وهي بطبيعة الحال لا وجود لها في الداخل في الداخل السوري، وليس لها عملية ارتباط. طيب أنا بقيت معي نصف نعم بقيت معي نصف دقيقة بإمكانية دمشق للتغيير، هي تمتلك إمكانية التغيير إذا ما أرادت ذلك، وخاصة أن هناك بيئة إقليمية بدأت تتشكل تقبل بما وبرضا واشنطن وبرضا بقية الدول باستمرار هذا النظام السياسي في دمشق وفق اتفاقات أصبحت معلومة إلى حد ما لمعظم من يقرأ السياسة، وتستطيع من خلال العلاقة مع الدول هذه الدول الإقليمية إعادة ضخ الاستثمارات في سوريا، وهناك مؤشرات أولية موجودة أنا أدركها في الداخل قد حصلت وقد بدأت. طيب أنا بقي في الحقيقة انتهى الوقت المخصص، ولكن تجاوزا سنعطي دقيقة للسيد أنور وثم أعطيك تعقيب، تفضل السيد أنور. نعم حقيقة هناك ترويج من قبل جماعة النظام من أجل إلقاء اللوم على قانون قيصر الذي يتضمن، لا أعطيك مثال، هو يتضمن كل قانون قيصر عقوبات على 110 أشخاص. هل يستطيع الزميل أن يقول لي كيف العقوبات على علي مملوك والضباط الذين يقتلون الناس في معتقلات الأسد هي التي أدت إلى الوضع الاقتصادي الصعب؟ هل هو مع يؤيد حسام قاطرجي والسيد محمد حمشو وهو مع السيد محمد قطان ويسار إبراهيم هو معهم يعمل معهم الذين هم خاضعون لعقوبات قانون قيصر؟ هل هو يؤيد رفع العقوبات عنهم؟ هذا هو السؤال. ليس هناك عقوبات على الشعب السوري في قانون قيصر. أيضا السبب الانهيار الاقتصادي داخل سوريا شبكات الفساد الهائلة، سرقة الأموال العامة، أيضا سوء التعيينات عندما ترى أن كل الموظفين الدولة هم من يدفعون مصاري أو من الفاشلين في أعمالهم هم الذين يؤدون إلى انهيار الاقتصاد. الحقيقة الموضوع يعني يحتاج ساعات، ولكن بثواني، أنت متفائل الآن سيد أنور بمستقبل سوريا؟ كلنا نسعى أن تكون سوريا لكل السوريين وليس لعائلة. هل يستطيع أن يقول كيف هو يشعر نفسيا عندما يخرج من المنزل ويرى صورة شخص واحد 1000 مرة في اليوم، إذا فتح الشباك، إذا طلع السيارة، إذا فتح نافذة، إذا فتح مجلة، إذا فتح صحيفة بيطالع نفس الصورة؟ هذا مرض نفسي نرجسي. طيب قالوها أهل درعا، قالوها أهل درعا اليوم لا مصادرة لإرادتنا بعد اليوم. تفضل يا دكتور أحمد. طبعا هذا مرض نفسي عبارة عن برين ووش، عندما نفس الشخص أنا الآن لو وضعت صورة الزميل الأخ اللي معنا الآن في الاستوديو 1000 مرة أراها كل يوم، في كل يوم 1000 مرة أراها في اليوم، فأنا سأعتبره ممثل إله على الأرض. طيب تفضل دكتور أحمد بأقل من 10 ثواني. أنا لا أستطيع أن أرد على شخص حول موضوع موضوع التفاؤل. عندك تفاؤل مستقبل سوريا؟ لا لا لا، أنا لا أريد أن أقول أنني متفائل ولا أريد أن أقول متشائم. الموضوع يتعلق بمسارات الصراع الإقليمي والدولي وضرورات التغيير في الداخل السوري. وأنا أقول بكل بساطة عندما أسمع مثل هذا الخطاب لمن كان مقربا من النظام السياسي في بفترة ما بعد 2000، وكلنا نعلم طبيعة الارتباطات التي كانت لكتلة هذه المعارضات مع الأجهزة الأمنية السورية. أين كانوا وأين أصبحوا، أين أصبحوا الآن، ونحن لم نقم بهذه الصورة لا من قبل ولا الآن ولا فيما بعد. شكرا جزيلا لك من دمشق الدكتور أحمد الدرزي الكاتب والناشط السياسي المستقل، وشكر موصول لضيفنا الكريم من لوس أنجلوس أيمن عبد النور مدير موقع كلنا شركاء. شكرا جزيلا أستاذ أكرم. قبل أن نذهب إلى فاصل، أنت متفائل؟ بكل تأكيد لا يوجد هناك أي تفاؤل، بالرغم من وجود مقايضات إقليمية على تمرير هذه الانتخابات، إلا أن حتى وإن جرت وحتى ظهور النتائج مسبقا، إلا أن الوضع السوري لن يكون كما كان قبل 2011، ونظام لن يكون كما كان عليه الحال قبل 2011، وحتى الاقتصاد السوري لن يكون كما كان قبل 2011. السادة المشاهدين، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة هذا النقاش.
أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته، أي مشان الحرية تشوف حرية، والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام ومستمرين في هذه التغطية، ومعنا الآن من باريس طارق عجيب رئيس تحرير موقع ميدلين نيوز، ومن عمان الدكتور إبراهيم فواز الجباوي عضو هيئة التفاوض السورية. وأجدد الترحيب أيضا بضيفي بالاستديو هنا السيد أكرم حسو عضو الهيئة التنفيذية للمؤتمر القومي الكردستاني. السادة المشاهدين والضيوف الكرام مرحبا بكم من جديد. لو بدأت من عندك دكتور إبراهيم، في رأيك كيف ستؤثر الانتخابات الرئاسية بسوريا اليوم محسومة النتائج على المشهد السياسي في البلاد، خاصة إذا ما تحدثنا عن مسار الدستورية ومسار مباحثات جنيف؟ يبدو بأن الدكتور إبراهيم غير جاهز بعد. أتحول إليك أستاذ طارق، أرحب بك من جديد لنسألك، لماذا تصر دمشق اليوم المضي في عملية سياسية معدومة النتائج على المستوى المحلي أو الإقليمي أو دولي برأيك؟ حسمت معدومة النتائج على ماذا يعني يستند من يقول أنها معدومة النتائج؟ على مستوى إعادة الإعمار، على المستوى الاقتصادي، على مستوى الآفاق السياسية وكثير النقاط صراحة. كيف نقول أن نستطيع أن نقول أو نضمن نحسم قضية أن معدومة النتائج والانتخابات تنتهي اليوم؟ يعني النتائج تأتي بعد الحدث أو بعد الفعل. هناك يجب أن يكون أي حديث في أي موضوع أو نظر لأي موضوع يجب أن يكون باثنين بالعينين اثنين مش بعين واحد. يعني هناك من ينظر أن طالما أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا ومجموعة كبيرة من الدول هي ضد الانتخابات وتلمح أن لا شرعية لها رغم أنها ستعترف فيها بعد فترة، وهذا هناك مؤشرات كثيرة. لنفترض أنها لن تعترف، هناك جزء من العالم لن يعترف مثلا بالانتخابات، في الطرف الآخر هناك جزء سيعترف، وهذا جزء وازن وعضو رئيسي. يعني أساسا الصراع الدولي هو بين قطبين، هذين القطبين اللذين يتصارعان في سوريا، إن كان على رأس أحدهم الأمريكي والآخر الروسي والصيني. فإذا هناك نتائج سنحصل عليها، مشان ما أكون حاسم مثل ما أنتم بتحسموا، أنه قد نحصل عليها من الروسي، من الصيني، من الإيراني، من السعودي، من الإماراتي، من الكويتي، من مجموعة دول كثيرة بدأت مؤشرات العودة إلى سوريا. حتى فرنسا في 2014 منعت إجراء انتخابات على أراضيها، هذه المرة سمحت، وهناك ظهر مثل ما بيقولوا بيان لمجموعة من الدول منها أمريكا وبريطانيا أمس صدر يقول أنه والله لا يعترف، مش لا يعترفون، يعني هم لمحوا أنه انتخابات ولكن ما تحت الطاولة يختلف عما فوق الطاولة. المؤشرات الكثيرة في العالم عندما نحن نغلق عقولنا، طيب ما خلف لما تحت الطاولة، هل تملك معلومات أستاذ طارق؟ لا هل تملك أي معلومات؟ أنا أكيد ما عندي معلومات، خليني أقول ما فيني أقول لك عندي معلومات، ولكن هناك منذ 10 سنوات حتى الآن الكثير مما كان يحدث تحت الطاولة وليس لدينا معلومات، كنا يعني قراءة للمشهد بسيطة تدلك أن هناك ما يعلن على الشاشات وعلى الأفواه وعلى الألسن من يتزعم، وكثير من الدول التي كانت ضد سوريا كانت تعلن الكثير ولكن تحت الطاولة كنا نتوقع أن هناك. إذن لا يوجد مؤامرة كان على سوريا كما كان يتحدث منذ البداية السيد الرئيس أو الرئيس السوري بشار الأسد؟ المؤامرة بأي موضوع صديقي بدك تطرحه بدك تعرفه، المؤامرة بأي شكل، هناك حكما مؤامرة، ولكن على ماذا؟ ليس مثلا على شخص الرئيس. يعني القصة عندما أي طرف يشخصن القضية بأنه ببشار الأسد أو بحافظ الأسد هو لا يعطي كامل الحقيقة. المؤامرة على دور سوريا،
المؤامرة على مكانة سوريا، المؤامرة على مستقبل سوريا، المؤامرة على من سيكون المتحكم في الداخل السوري. هناك أطراف متصارعة على هذه النقاط التي ذكرناها. لو كانت الإرادة فقط يعني بمعنى إسقاط الدولة أو إسقاط الشخص، كانت معظمية دمشق المعارضون العظماء الذين الآن بيظهروا، معظمية دمشق في عنا بسوريا النقيفة بتعرفوها كلاتنا، كانوا ممكن يصيبوا القصر الشعب بالنقيفة. لماذا كانوا يقصفون المزة ومشروع دمار والعباسيين والميدان والتجارة وكل أحياء دمشق ولم يقصفوا قذيفة واحدة على قصر الأمويين؟ الفكرة التي بدي أقولها، المؤامرة ليست فقط إنما نطرح شعار، ليست هناك مؤامرة أو هناك مؤامرة. نحن نعرف ما الذي يريدوه من سوريا بشكل عام، ليس فقط من الرئيس أو من الشعب، ما الذي يريده الخارج من سوريا وما الذي يريده الداخل من سوريا. هذا الداخل هل هو منسجم ومتفق بشكل كامل، أم أيضا هناك مجموعة خلافات داخلية لديها مرجعيات كثيرة لأسباب الخلاف؟ يجب أن يكون النقاش بهذا المستوى وليس طرح كلمة أنه لن ولم ولا. هذه يعني عبارة أو جمل ختامية، لا يحق لنا لأي جهة في سوريا أو خارج سوريا أن تضع نقطة آخر السطر، هو كتاب مفتوح ومستمر. طيب. التاريخ شيء. اسمح لي أن أشرك في هذا النقاش ضيفنا الكريم من عمان الدكتور إبراهيم الذي بات جاهزا معنا الآن، سأعود إليك أستاذ طارق. دكتور إبراهيم أرحب بك مجددا، هل تسمعني الآن؟ أهلا وسهلا. شكرا لك. يا هلا. في رأيك كيف ستؤثر اليوم الانتخابات الرئاسية بسوريا على المشهد السياسي، خاصة إذا ما تحدثنا عن مسار الدستورية ومسار جنيف؟ يعني لا أعتقد أن لهذه الانتخابات التي نفذت اليوم بمسرحية هزلية أن يكون لها تأثير على القرار الدولي 2254 وعلى رأي المجتمع الدولي عموما الذي استنكر هذه الانتخابات واعتبرها غير شرعية، كما يعتبرها الشعب السوري أسائر أو الحر أنها غير شرعية. وكنا قد لاحظنا اليوم كيف أن بشار الأسد ذهب إلى دوما ليعيد إنتاج نفسه أو ليعيد تدوير نفسه على صرخات أطفال ضحايا الكيماوي التي نفذت بحق أبناء دوما بشهر 8 من عام 2013. يعني هذا ضرب من الخيال أن يكون إنسان قد فقد القيم الإنسانية والأخلاقية ويذهب ليقف على رفات هؤلاء الأطفال ويعيد تدوير نفسه، وهي لا شك أنها رسالة للمجتمع الدولي أولا. رسالة ما هدفها؟ ماذا تريد هذه الرسالة؟ ما الهدف منها؟ رسالة تقول حرفيا أنني ارتكبت المجازر بالكيماوي، قتلت أهل دوما، هجرتهم جميعا إلى الشمال، وها أنا اليوم أتربى على أطلال دوما وأعيد تكرار وأعيد تدوير نفسي من خلال هذا المشهد. يعني وكان يقول للدول لأمريكا شخصيا بأنكم انتفيتم بنزع سلاح الجريمة من المجرم الذي هو بشار الأسد، واليوم أنا أتجول كيفما أريد فوق الأطلال وعلى أطفال الضحايا الذين قضوا في هذه المذبحة. ما رأيك أستاذ أكرم اليوم من ناحية سياسية ما انعكاسات هذه الانتخابات على مناطق شمال وشرق سوريا الذي رفضت الإدارة الذاتية فيها المشاركة أو الاعتراف بها؟ هذه الانتخابات أظهرت رأي المجتمع السوري وفق الجغرافيا المشكلة حديثا يعني، وبالتالي أبناء شمال وشرق سوريا أبدوا رأيهم وموقفهم بشكل صريح المتضامن مع القرار 2254 وبيان جنيف الذي يؤكد على تشكيل هيئة حكم انتقالي ثم إعداد دستور والرجوع والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، بعكس مسار أستانا أو اللجنة الدستورية حسب ما تفضلت أو تفضل ضيفك من الأردن بأنها مخالفة وأن هو صاحب الكيماوي في دوما. إذن هذه الانتخابات تجري وفق مسار سوتشي أستانا واللجنة الدستورية التي قبلت بإبعاد هيئة التشكيل هيئة المطلب الأول هيئة حكم انتقالي والإصلاح الدستور والذهاب
معا لتشكيل حكومة وحدة وطنية. تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق اللجنة الدستورية، من سيترأس هذه الوحدة الوطنية، حكومة الوحدة الوطنية؟ بكل تأكيد الرئيس، الرئيس المنتخب شرعيا أو غير شرعي وفق هذه الانتخابات. وبالتالي الإدارة الذاتية وأبناء شمال الشرق السوري أبدأوا رأيهم بكل صراحة باتجاه رفض هذه الانتخابات، رفض إقامة هذه الانتخابات على جغرافية شمال وشرق سوريا، التأكيد على تطبيق قرار 2254 وبيان جنيف بعكس المناطق الأخرى التي تتفاوض مع النظام الذي ضرب الشعب السوري بالكيميائي أو بقنابل النابالم أو بتصرف وأباد الشعب السوري. وبالتالي الموقف السوري توضح في هذه الانتخابات بشكل صريح. المواطنين السوريين المتواجدون في العمق السوري في المناطق المسيطرة عليها النظام السوري لا حول ولا قوة لهم، بينما المناطق التابعة للائتلاف وتحت والمتواجدة تحت الائتلاف التركي مشاركتهم وتفاوضهم مع باللجنة الدستورية، مشاركتهم في اللجنة الدستورية أو التفاوض مع النظام الذي ضرب دوما بالقنابل كيما اعتراف صريح وضمني على تمرير هذه الانتخابات تلبية لمقايضات إقليمية ناتجة عن الثالوث الإستاني، بعكس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي رفضت هذه الانتخابات سواء بفتح الصناديق ووضع الصناديق في على جغرافيتها أو بالمشاركة عبر مواطنيها. طيب أستاذ طارق، ما رأيك البداية؟ هل لديك أي تعقيب وتساءل؟ يعني أستاذ أكرم نوه كثيرا لموضوع القرار الأمم 2254 الذي يتحدث أيضا عن موضوع إعادة الإعمار، ما مصيره ما بعد الانتخابات؟ يا صديقة، كل القرارات الأممية هنا تطبق، يجب أن تطبق برضا كل الأطراف وبمشاركة كل الأطراف، وأن تطبق بآلياتها المتفق عليها. يعني عندما نتحدث عن أي قرار، خاصة يعني قرارات الأمم المتحدة، يجب أن نكون يعني واعين لنقطة معينة، أنه الأمم المتحدة ليست نزيهة كمنظمة، وليست الأمم يعني جميعها، منظمة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن ليس نزيها على الإطلاق في كل صراعات العالم، وليس فقط في صراعات في الصراع في سوريا. ثانيا، يجب أن نتفق على قصة. كلنا السيد أكرم حسو يتحدث عن الشعب السوري، هو الشعب السوري بالنسبة له تقريبا يعني في شمال شرق سوريا. الأستاذ في الأردن يتحدث عن الشعب السوري والشعب السوري والشعب المعارض. في الداخل هناك شعب سوري ما حدا بيعترف فيه، وأن اعترفوا فيه مرغمين نتيجة ما تصوره الكاميرات، يقولون مكرهين، يعني أنه مرغمين، يعني والعلما الكتلة الأكبر والعدد الأكبر والثقل الأكبر كعدد وتواجد وحضور هم في الداخل السوري. يعني يجب أن نتفق من يتحدث باسم الشعب السوري. عندما نريد لأي أحد منا أن يتحدث، يجب أن نتحدث حقيقة الشعب السوري عن كل الأطراف التي المذكورة، لا نجزئها. لهذا السبب يجب أن يكون البحث عن مصلحة المجموع وليس مصلحة الأطراف. يعني يجب أن لا نعتقد أو نسلم أن الصراط المستقيم في القضية السورية أو الأزمة السورية هو ما تريده أمريكا ودول الغرب، أنه كل ما يخرج عنه هو خروج عن الصراط المستقيم. هذا ليس صحيح، لأنه تاريخيا هي هذه الدول هي دول استعمارية، تاريخ القديم والمتوسط والحديث غير مشرف في تعاطيها مع كل البؤر للتوتر في العالم أجمع، والعراق أقرب مثل الذي كذب وبشكل العفو في المقاطعة. هل تعتقد بأن حلفاء دمشق موسكو وطهران بوارد تقديم دعم اقتصادي وأكبر من السابق ما بعد الانتخابات؟ شيء طبيعي، إن كان مش ملزمين، هم في هناك يعني اتفاق، في هناك تحالف، في هناك يعني هذا التحالف الذي نشأ ليس لمصلحة سوريا، يعني بمعنى ليس الهدف منه فقط أنهم سيقدمون التبرع لسوريا، لا، هذا ليس منطقي. هناك تحالف سياسي كما قلنا وكما هو واضح وبشكل معلن عندما تدخل كل القوى، يعني القوى الكبرى أمريكا وروسيا، ويكون هناك تبادل اتهامات وهناك قصف وهناك قصف متبادل وضرب هناك. فإذا صراع إقليمي واحد من أهم ساحاته حاليا في العشر الأخيرة هي سوريا. فحلفاء هذه الدولة التي يتصارع عليها الأقطاب والدول في العالم هم ملزمون على الالتزام بتحالفهم وبتقديم ما يلزم، إضافة أن هذه
هذا الدعم أو هذه الاستثمارات التي ستضخ لن تكون فائدتها فقط على سوريا، يعني عندما تأتي الصين أو طهران أو موسكو أو الهند أو أندونيسيا أو أي دولة أخرى، يعني كان دول عربية أو من المنطقة أو غيره، وتستثمر في سوريا، هي لا تتبرع، هي تدخل باستثمارات. طيب. الممنوع على سوريا حاليا أو الممنوع على العالم كله في قانون قيصر، قانون قيصر ليس كما ذكر الأستاذ أيمن عبد النور أنه على مجموعة أشخاص، غير صحيح، هذه الأشخاص مدرجة على قائمة العقوبات في قانون قيصر. قانون قيصر يمنع على سوريا وعلى كل دول العالم أن تتعاطى بالشأن التجاري مع سوريا أو أن تقدم على أي اتفاقات أو عقود أو استثمارات أو اتفاقات على إعادة الإعمار. طيب. وأدرجت مجموعة من الشخصيات، هذه الشخصيات واشنطن ربطت كشخصية. موضوع إعادة الإعمار بسوريا بتنفيذ دمشق القرار الأممي 2254، وسأعود إليك يا أستاذ طارق، سأعود إليك، اسمح لي. عطيني دور، عطيني دور، تفضل دكتور إبراهيم. هلا اجى دورك استاذ يعني ابراهيم. اولا حبذا لو تعرفني على ضيوفك، يعني معنا هنا في الاستوديو السيد اكرم حسو، وهو عضو الهيئه التنفيذيه للمؤتمر القومي الكردستاني، ومن باريس الاستاذ طارق عجيب رئيس تحرير موقع ميدل نيوز، وانا اعتذر كان المفروض اعرفك عليهم ولكن بسبب انقطاع الصوت. تفضل. تماما الله يعطيك العافيه. اولا بدي ارد على الاستاذ اكرم. الاستاذ اكرم ذهب بعيدا لجهه سوتشي واساتانا واللجنه الدستوريه. نحن قلنا في هيئه التفاوض وفي اللجنه الدستوريه ان الاتفاق على جزء من القرار 2254 لا يعني الاتفاق على كامل القرار. حينما نتفق على اللجنه الدستوريه، وهو لن نتفق لان النظام لن ينخرط معنا في اللجنه الدستوريه، فسوف نضع هذا الاتفاق على الرف اذا ما تنجز باقي خلال القرار 2254. ثم من نفاوض؟ اذا لم نفاوض النظام من نفاوض؟ أليس فاوضنا إسرائيل في زماننا؟ يعني من إلى من نذهب لنفاوض على حقنا في سوريا اليوم؟ هذا واحد. أما بالنسبة للأستاذ من ما بعرف أي منطقة، الأستاذ طارق من باريس. الأستاذ طارق، يعني يا أستاذ طارق، يعني سمعنا بالأمس وقبل الأمس دعوات من أمناء الشعب الحزبية وأمناء الفراق بأنه من لم ينزل إلى التصويت وإلى خيام الاحتفالات سوف يحرم من حصته في الخبز. تصوروا كيف أنه يحرم كلام غير دقيق. كان في تسجيلات صوتية في الحقيقة تم نشرها في مدينة الرستم بالتحديد. خليني كمل، أنا ما قطعتك. تفضل. هذه موثقة بالصوت والصورة. من لم يذهب إلى الانتخابات وإلى الخيام الاحتفالات وانتخاب بشار الأسد سوف يحرم من حصته بالخبز. هاي واحد. اثنين، يا أخي أنت تقول في الداخل السوري ونحن وتعتبرنا نتكلم فقط عن الشعب السوري. يا أخي الجنوب السوري حوران، اليوم حوران معطلة تعطيلا كاملا خارج المشهد منذ الأمس، وهي أضربت إضراب كامل وأعلنت حظر التجول ومنعت الصناديق في المدن والبلدات إلا في مقر المربع الأمني في مدينة درعا، ليس أكثر. أكثر من 700 ألف مواطن بمحافظة درعا لم يتقدموا إلى الانتخابات إطلاقا. أكثر من 28 مدينة وبلدة في محافظة درعا والجنوب السوري لم تدخلها صناديق الاقتراع ولن تكون في المشهد السوري اليوم. طيب. إطلاقا. مظاهرات تعم كل المناطق إضافة إلى المنطقة الشمالية، لا شاهدنا مظاهرات إدلب وحلب وريف حلب اليوم كيف كانت ترفض هذه الانتخابات وهي مسرحية هزلية يعيد تدوير نفسه. أين الدعاية الانتخابية لمنافسي بشار الأسد؟ المهجرين في درعا أكثر من 300 ألف نسمة لم يحضروا الانتخابات إطلاقا. ماذا تقول؟ الذي ذهب إلى الانتخابات من داخل سوريا هم تحت البارودة. طيب دكتور إبراهيم العفو للمقاطعة نظرا لضيق الوقت، 90% من الموجودين تحت سلطان النظام ذهبوا بقوة من عناصر المخابرات وعناصر الأمن والشبيحة الذين اقتادوهم اقتياد، ومنهم من أدلي بصوته دون أن يكون حاضر وأدليت أصوات بأسماء فوتى. طيب دكتور إبراهيم ماذا نقول؟ طيب جميل، هذه مسرحية هزلية وصلت الفكرة، لا يمكن أن تقبل. طيب. أين منافسي بشار الأسد من المشهد السوري؟ أين هم؟ طيب أين هم؟ الفكرة وصلت دكتور إبراهيم. دعني أسألك، يعني هاي الانتخابات اليوم ستسفر عن واقع سيستمر 7 سنوات قادمة، كيف ستتعاملون كمعارضة مع هذا الواقع وما خياراتكم؟
نحن اليوم نقدم برامجنا الى المجتمع الدولي والدول الفاعله في الازمه السوريه. نحن نعتقد ولا بل نجزم بان الاراده الدوليه لحل المساله السوريه غير متوفره، وحينما تتوفر سيرغم النظام ارغاما على ان ينفذ الحل السوري الذي يرتئيه المجتمع الدولي اليوم. لذلك نحن نعول على صحو الضمير من المجتمع الدولي لكي يفرض حله على السوريين اجمالا من الطرفين، لان حاليا روسيا لا تريد الحل، روسيا تريد ان تستثمر. هو يقول لك تستثمرون استثمارا، لا، هم محتلين بالدرجه الاولى، روسيا وايران وايضا تركيا في الشمال محتلين بالدرجه الاولى، اضافه الى ان بشار الاسد باع نصف سوريا لروسيا لمده لا تقل عن 50 عاما في كل من الساحل وفي حقول الغاز في الوسط والمنطقه الشرقيه. لذلك لا نضحك على بعضنا ولا ولا نبيع وطنيات لبعضنا. كلنا يدرك بان الوضع في سوريا تحت الصفر، كلنا يدرك بان الرهان هو اليوم على الشعب السوري في انتزاع حريته من خلال العصيان المدني الذي نطالب بتنفيذه في معظم المناطق السوريه الخاضعه تحت سلطان النظام الجائر المجرم القاتل. نحن اليوم من خلال برامجنا التي نقدمها للدول الفاعلة سنعمل على إجبار روسيا على القبول بحل لسوريا، لأنها هي التي ترفض كل الحلول المقدمة. روسيا من ترفض كل الحلول المقدمة، وروسيا من ترفض بشار الأسد، وبشار الأسد لا يملك من أمره شيء، وهو فقط ينفذ الأوامر الروسية ومن بعدها الأوامر الإيرانية. طيب. كلنا يعلم لا يؤثر عليه لا الميليشيات ولا وجود النظام في الجنوب السوري. لذلك وخارجه كله تحت سيطرة البارودة من الميليشيات ومن المؤتمرات السورية في كل المناطق. طيب، قبل أن أعود إليك أستاذ أكرم، اسمح لي أعطي تعقيب سريع للأستاذ طارق بأقل من نصف دقيقة إذا أمكن. تفضل. خطاب يعني طالما هذه العقلية هي السائدة في 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 لدى الطرف الآخر ولو 10 سنين، وللأسف من يعني 2011 12 13 حتى 14 كان لديهم دعم هائل، لأنه كانت الضغط الدولي في ذروته على النظام أو على الدولة في سوريا، ولم يستطيعوا تحقيق شيء لأنهم غير أحرار، وإنما استمروا بنفس الشعارات ونفس الخطاب ونفس المنطق، وسيجبرون روسيا ويعولون على المجتمع الدولي، رغم أن المجتمع الدولي الآن يعني يستطيعون أن يطمئنوا أنه لم يعد يعنيه المجتمع الدولي كل ما هذه المعارضة. روسيا ترفض كل الحلول، روسيا محتلة تريد أن تفرض الانتداب على سوريا. طيب دكتور إبراهيم، أستاذ طارق، في الحقيقة أنا متمني نختم هذا النقاش بكل هدوء حتى السوريين اللي عم يشاهدونا يفهموا. أنا أقول ما بدي جاد. شكرا جزيلا لك وللدكتور إبراهيم. نغير خطابنا بهذا المنطق، لن نصل إلى جدوى حقيقية على لدولتنا ولشعبنا بشكل عام. طيب أستاذ أكرم، بقيت معي دقيقتين. أيضا مستقبل مناطق شمال وشرق سوريا أمام الواقع الجديد 7 سنوات قادمة، ما الخيارات أمامه؟ طبعا الشمال وشرق، إدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا رؤيتها واضحة وصريحة، يدها ممدودة للحوار وللحل السوري، ولكن وفق القرارات الدولية 2254 أو بيان جنيف. وبالتالي هذا الوضع الذي سينتج عن تمرير هذه الانتخابات سيصبح كارثيا بالنسبة للشعب السوري، وسينعكس على الواقع داخل شمال وشرق سوريا. كون جغرافية شمال وشرق سوريا الإدارة الذاتية جغرافيا وسياسيا ومجتمعيا هي جزء من سوريا ككل، وبالتالي الانعكاسات السلبية الآثار السلبية اقتصاديا وسياسيا نتيجة هذه الانتخابات ستنعكس بشكل أو آخر على العمق في شمال وشرق سوريا. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة وعلى هذه الإيضاحات السيد أكرم حسو، عضو الهيئة التنفيذية للمؤتمر القومي الكردستاني. وأيضا نشكر ضيفنا الكريم من باريس طارق عجيب، رئيس تحرير موقع ميدلين نيوز، وشكر موصول لضيفنا الكريم من عمان الدكتور إبراهيم فواز الجباوي، عضو هيئة التفاوض السورية. والله يحمي سوريا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.